بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نتحدث اليوم عن زكاة الذهب والفضة وكيفية حسابها. كنا تحدثنا من قبل عن أحكام الزكاة وفضلها وشروطها وعقوبة مانع الزكاة، وذكرنا شروط وجوب الزكاة بالنسبة للمزكي وبالنسبة للمال الذي يزكى. نتحدث اليوم عن زكاة النقدين الذهب والفضة. تجب زكاة الذهب والفضة بشروط: شرط بلوغ النصاب وحولان الحول. والأدلة على ذلك كثيرة. من القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وفي الحديث الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، والعياذ بالله والعياذ بالله. هذا تحذير شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يشرح الآية الواردة في القرآن الكريم التي تحذر من العذاب الأليم للذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وأجمع علماء المسلمين على وجوب زكاة الذهب والفضة. الآن نأتي بالنسبة للذهب والفضة. يحتمل الأمور منها أن يكون حليا، وهو ما سنتحدث عنه بالإجمال. قد يكون عبارة عن ذهب خام مثلا، أو سبائك يحتفظ بها الإنسان من أجل الزمن، مثل هذه يجب فيها الزكاة. لكن نتكلم اليوم عن زكاة الحلي الملبوس، يعني المجوهرات الذهبية. هناك حلي معد للاستخدام يستخدمه الإنسان باستمرار، وهناك حلي معد للتجارة مثل تجار الذهب وغيرهم ونحو ذلك، وهناك الحلي المحرم، محرم اتخاذه كما سنشرح إن شاء الله. بالنسبة لزكاة الحلي المعد للاستخدام، هناك رأيان أساسيان للفقهاء. من الفقهاء من يرى وجوب زكاة الحلي المعد للاستخدام، وهذا قول الإمام أبي حنيفة، وهو قول الإمام الشافعي، وأيضا رواية عن الإمام أحمد. ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. إذن هؤلاء احتفظوا بالذهب والفضة، والحلي هذا هو ذهب أو فضة أو غيرها، وبالتالي كيف لا يزكي؟ فإذا ما زكى إذا معناه هو اكتنزه وما أدى حقه، والعياذ بالله والعياذ بالله. هناك رأي آخر أنه لا تجب زكاة الحلي، وهو قول جمهور الفقهاء، سواء الفقهاء المالكية والفقهاء الشافعية والفقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى جميعا. ويستدلون أولا بالآية نفسها: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، هذا ما اكتنز الذهب والفضة، وإنما استخدمها على أنها حلي. ويستدلون أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واضح في هذا، عندما تحدث مع النساء فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. فإشارة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو من الحلي، بمعنى أن الأصل أنه لا تجب الزكاة أو الصدقة الواجبة في الحلي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحثهن على التصدق فذكر الحلي، والله تبارك وتعالى أعلم. بالنسبة لزكاة الحلي المعد للتجارة، هذا فيه زكاة قولا واحدا، مثل تجار الحلي، تجار المجوهرات وغيرهم، هذا بإجماع الفقهاء تجب الزكاة في الحلي المعد للتجارة. بالنسبة للذي عنده حلي في أصله معد للاستخدام،
لكنه مثلا أصبح يعني قديما أو يحتاج إلى تنظيف أو يحتاج إلى تصليح، واحتفظت به المرأة جانبا ولم تقم بتنظيفه وتصليحه أو نحو ذلك، وما تنوي استخدامه وإنما تتركه للزمن. هذا تحول الآن من حلي مستخدم إلى حلي معد للادخار مثل النقود، فهذا يجب فيه الزكاة. ويبقى عندنا جانب الحلي المحرم. الحلي المحرم مثلا يعني أن الرجل يتخذ حليا من الذهب، والذهب للرجل حرام، لكن رغم ذلك هو حرام عليه، لكن يجب عليه أن يدفع زكاته، لأنه يختلف عن المرأة التي تحتاج إلى الزينة أو تلبس الزينة ونحو ذلك. الرجل زينته ليست في الذهب، لأن الذهب محرم عليه، فلذلك أصبح مثل الخزين، مثل النقود، فيجب عليه أن يزكيه كذلك. بالنسبة للذهب والفضة هناك نصاب لهما، فإذا كان دون النصاب ما تجب فيهما الزكاة، على تفصيل في ضمن النصابين سنأتي له لاحقا. نتحدث أولا عن نصاب الذهب. نصاب الذهب 20 مثقالا، حدده النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: ليس عليك شيء حتى تكون لك 20 دينارا. فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شيء على أي إنسان عنده أقل من 20 دينارا، يعني من الذهب. والفقهاء مجمعون على مقدار نصاب الذهب أنه 20 مثقالا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كيف نحسب هذا النصاب بالجرام في زماننا هذا؟ المثقال يساوي 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع من الذهب، هذا هو المثقال. إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم 20 مثقالا، نضربها في 4 و25، 4.25 ملغرام، سيخرج عندنا 85 جراما. إذن نصاب الذهب 85 جراما بالمقاييس المعاصرة. نصاب الفضة يختلف قليلا عن ذلك. نصاب الفضة 5 أواقي من الفضة، وفيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، يعني لا تجب فيها زكاة. الورق هي الفضة المحورة أو المطروقة أو المعمولة على شكل نقود ونحو ذلك. ليس فيما دون 5 أواق، إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 5 أواقي. وجاء في الحديث الآخر من النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ما فيها صدقة، اللي عنده سيارة، اللي عنده كذا، هذه ما فيها زكاة. قال: فهاتوا صدقة الرقة اللي هي الورق من كل 40 درهما، درهما واحدا، يعني من كل 40 درهما، درهما يعني درهم واحد من كل 40. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في 90 و100 شيء، يعني إذا إنسان عنده 190 درهما ما عليه زكاة. قال: فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. هكذا الحديث. إذن 5 أواقي تساوي 200 درهم كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معلوم في التاريخ الإسلامي بالنسبة لتاريخ النقود عند المسلمين. وقد أجمع الفقهاء على أن مقدار نصاب الفضة هو 5 أواقي، الأوقية تساوي 40 درهما، 5 أواقي تساوي 200 درهم من الفضة. بالجرام كيف نحسبها بالجرام في زماننا هذا؟ الدرهم يعادل 7 أعشار المثقال. المثقال عرفنا أن المثقال من قبل هو 4 جرامات وربع، وسبعة أعشارها يعني نقسمها على 10 نضربها في 7، يخرج عندنا أن الدرهم يعادل أقل بقليل من 3 جرامات، يعني 2.975. طيب إذا ضربنا 200 درهم، 5 أواقي، في 2.975، يخرج عندنا نصاب الفضة وهو 595 جراما. إذن الذي عنده فضة أقل من 595 جراما ما فيها زكاة، أما إذا زادت ففيها الزكاة. نأتي الآن إلى جزئية مهمة: هل يضم الذهب والفضة معا في حساب النصاب؟ يعني إنسان عنده مثلا
أو امرأة عندها 80 جرام من الذهب وعنده 500 جرام من الفضة، فهو عنده أقل من نصاب الذهب لوحده وأقل من نصاب الفضة لوحدها، هل يضم أم لا يضم؟ جمهور الفقهاء الحنفي والمالكي والحنابل، جمهور الفقهاء يرون أنه يضم الذهب والفضة معا في نفس في حساب النصاب، لأن الاثنين نقود تستخدم لتقييم الأشياء وتثمينها، وبالتالي تضم معا. ويستدلون بقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. يقولون الله سبحانه وتعالى قال: ولا ينفقونها، جعلها شيء واحد، لو كان كل واحد بحسابه لجاء في غير القرآن الكريم بمعنى لجاء ولا ينفقونهما، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونهما، لكن لا، في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، جاء معا معا. فبالتالي يضم الذهب والفضة على رأي جمهور الفقهاء. رأي الفقهاء الشافعية ومن وافقهم أنه لا يضم الذهب والفضة معا في حساب النصاب، ما تضم، كل واحد بحسابه. فالذي عنده 80 جرام من الذهب و500 جرام من الفضة عند جمهور الفقهاء عليه الزكاة، عند الأئمة الشافعية وافقهم لا زكاة عليه، يقول لا يضم. لماذا لا يضم؟ يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليك شيء حتى تكون لك 20 دينارا، يعني من الذهب، يعني لو كان عنده 19 ما عليه زكاة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الفضة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواقي صدقة، يعني ما في عليه. فإذا كان عنده أقل، الذي عنده 500 جرام أقل من 5 أواقي، وبالتالي لا زكاة عليه. وأيضا يستدلون بحديث الأصناف الربوية الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، مثلا بمثل، يدا بيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الشاهد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذهب بالذهب وذكر الفضة بالفضة، أي فصل بينهما واعتبرهما صنفين مختلفين، فإذا اختلفت الأصناف كما في الحديث فبيعوا كيف شئتم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذان هما الرأيان، رأي جمهور الفقهاء أنه يضم، ورأي الشافعية أنه لا يضم، والله تعالى أعلم. نعم، بقي عندنا ربما مسألتان. المسألة الأولى: الذي عنده عروض تجارة، يعني عنده ذهب مثلا وعنده عروض تجارة يبيع ويشتري، هو تاجر، فالذهب أقل من النصاب وعروض التجارة أقل من النصاب، هل يضمان معا أم لا؟ يعني هو يتاجر مثلا في مواد، أي مواد غذائية أو غيرها ونحو ذلك، أو بضائع أو معادن، وعنده ذهب وكلاهما دون النصاب، هل يضم أم لا يضم؟ نعم يضم. الفقهاء مجمعون على ضم عروض التجارة إلى الذهب والفضة. لماذا؟ لأن زكاة عروض التجارة لأنها تتعلق بالقيمة، هذه أشياء تباع وتمثل قيمة، ممكن أن تباع في أي وقت وتتحول إلى نقود، فبالتالي عليها زكاة. والذهب والفضة مثلها أيضا تتعلق بالقيمة، تقيم بها الأشياء كأنها نقود، فبالتالي يضم بعضها إلى بعض. والفقهاء فيما أعلم مجمعون على ذلك، والله تعالى أعلم. نأتي إلى مسألة أخرى: الأوراق النقدية في هذا الزمان والعملات، هل تضم إلى الذهب والفضة أم لا؟ يعني نأتي إلى نفس المثال: إنسان عنده مثلا 10,000 درهم وعنده 60 جراما من الذهب، فالذهب لوحده ليس نصاب، والعملة لوحدها النقد الذي عنده ليس نصابا، هل يضمان معا أم لا؟ نعم، الفقهاء أيضا مجمعون على ضم الأوراق النقدية والعملات إلى الذهب والفضة. لماذا؟ لأن الأوراق النقدية والعملات أيضا تعتبر قيمة، تقيم بها الأشياء وتحول، بل هي القيمة فيها في هذا الزمان خاصة مع انتشارها ظاهر جدا كما لا يخفى على أحد، وما أظن أحد يجادل في هذا، والله تعالى أعلم. والذهب والفضة هما النقدان الأساس، فبالتالي يضم بعضها إلى بعض، والله تعالى أعلم. نتحدث الآن عن مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة وما يلحق بها في هذا الزمان، ألا وهي العملات. ما الذي يجب فيها؟ الذي يجب فيها هو جزء من 40،
ودليلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، نصف في الـ20 يعني 1 في الـ40، إذا جزء من 40 جزءا. وذكره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صراحة في الحديث الآخر: فهاتوا صدقة الرقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كل 40 درهما درهما. وفي الحديث الآخر: فإذا بلغت 200، في نفس الحديث في آخره، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم، 200 فيها 5 دراهم، إذن في كل 40 جزء واحد. إذن مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة واحد، وهو جزء من 40 جزءا، يعني الذي عندك يقسم على 40، وهذا هو مقدار الزكاة. طيب إذا أردنا أن نحسب بالنسبة المئوية ليست بالأجزاء، إذا أحسب كم بالمئة، بالمئة كم أخرج؟ عندك النسبة المئوية هي 2.5، يعني 2.5، 2.5 هذا طريقة حسابه بالنسبة للنسبة المئوية. الأوراق النقدية والعملات مثل الذهب والفضة نفس المقياس، جزء من 40 أو 2.5% في الحساب. والله تعالى أعلم. كتطبيق عملي في طريقة حساب زكاة العملات، أسهل طريقة: المبلغ الذي عندك، المبلغ الإجمالي، كل الأموال التي عندك التي في جيبك والتي في المصرف في الحساب، والديون التي عند الآخرين المستحقة واللي سيرجعها لك بإذن الله تبارك وتعالى، والمبلغ الذي في البيت وفي المحفظة، كل الإجمالي الذي عندك هذا تقسمه على 40، يطلع عندك الزكاة، هذا الناتج هو الزكاة. يعني لو إنسان عنده كل مجموع هذه النقود مثلا 27,000 درهم مثلا، يقسمها على 40، كم زكاة 27,000 درهم؟ اقسم 27,000 قسمة 40 يطلع عندك 675. طبعا 675 هذه هي الزكاة الواجبة عليك في السنة الهجرية، والله تعالى أعلم. طيب كيف نحسب زكاة الذهب الآن؟ حساب زكاة الذهب أيضا مسألة سهلة: وزن الذهب الذي عندك، مثلا عندك قد ما يكمل الأغراض، تضربه في سعر الجرام من الذهب، ثم تضربه في 2.5%، يعني مثلا عندك 130 جرام، شخص عنده 130 جراما من الذهب، كم زكاتها؟ طيب 130 هذا وزن الذهب، سعر الجرام 235 مثلا في اليوم تقريبا، تضربها في 2.5% يطلع عندك الزكاة الواجبة 763 درهم، أو تقريبا 764 درهم، هذه الزكاة الواجبة التي عليك هكذا. طيب إذا أراد إنسان أن يحسب بس بدون النسبة، يقول لك أنا ما أعرف كيف أضرب في 2.5% إلى آخره، في طريقة أخرى سهلة: تأخذ وزن الذهب الذي عندك وتضربه في سعر الجرام، تطلع الناتج الذي عندك، ثم تقسم الناتج على 40 مرة أخرى. مثلا 130 جراما كم زكاتها؟ 130 جرام في سعر الجرام اللي هو 235 يطلع عندك الإجمالي، الإجمالي هذا تقسيمه على 40 يطلع عندك نفس الناتج السابق 763 وثلاثة أرباع تقريبا. طيب نأتي الآن إلى مسألة أخرى وهي الذهب عيارات، يعني مخلوط، هذه قيمة حساب الذهب الصافي. كيف نحسب الذهب المخلوط؟ الذهب المخلوط في أكثر من طريقة. إذا أردت تسهل على نفسك وتحسب وزن الذهب في سعر الجرام لهذا العيار إذا عرفته، ثم تقسم على 40 خلصت. وإذا ما كانت عندك هذه المعلومة وما تعرف كم سعر هذا العيار الذي عندك، خاصة إذا كان عيار نادر أو غير موجود في السوق أو نحو ذلك، تحسب الفارق بينه وبين الذهب 24 قيراط. يعني مثلا وزن الذهب الذي عندك تضرب في رقم العيار، مثلا عندك عيار ذهب 18، وزن الذهب تضرب في العيار، تضرب في سعر الجرام للذهب، وبعد ذلك تضرب في 2.5%، المجموع هذا كله تقسم على عيار 24 حتى تحسب الفارق. إذا أردنا مثالا عمليا، يعني إنسان عنده 150 جراما من الذهب عيار 18، كم زكاتها؟ 150 جرام في عيار 18 في سعر الذهب 177 درهم مثلا العيار، في 2.5% وتقسمه على 24.
تضرب في سعر الذهب يطلع عندك الزكاة الواجبة. وإذا أردنا أن تحسب بدون نسب قلنا طلع الناتج ثم بعد ذلك تقسمه على 40 ثم تقسمه على 24. إذا عرفت القيمة مباشرة تضربها مباشرة في قيمة الذهب وتقسم مباشرة، ما في داعي أنك تقسم بعد ذلك على 24. ما أدري إذا واضح، إن شاء الله تكون واضحة عندكم الفكرة. طيب نأتي الآن إلى نقاط إضافية حتى نحاول أن نستكمل الجوانب. نتحدث عن جانبين، الجانب الأول زكاة الذهب الأبيض. ما هو الذهب الأبيض؟ الذهب الأبيض هو ذهب عادي، لكن يخلطون معه معادن أخرى، بليديوم أو روديوم أو غيرها، في بعض الأحيان فضة أو غير ذلك، يخلطوها حتى يتغير اللون قليلا، يأتي ذهب أبيض، ذهب وردي، ذهب درجات مختلفة من الصفار والحمار ونحو ذلك، فهم يخلطون معه بعض المعادن، لكن هو ليس ذهبا خالصا. والزكاة عند جمهور الفقهاء فقط في الذهب، إلا إذا كانت نسبة الخلط قليلة جدا، هذه لا تعتبر. يعني حتى الذهب عيار 24 مخلوط معه شيء لكن نسبة قليلة. الذهب الأبيض فيه خلط، نسبة خلط لتغيير هذا اللون. فهذا الذهب الأبيض باعتبار أنه المعدن الذي يخلط معه قليل وليس كثير، فهو في حقيقته ذهب ويبقى ذهب حتى لو اختلط بمعدن آخر لتغيير هذا اللون. فبالتالي فيه زكاة مثله مثل الذهب الأصفر، والله تعالى أعلم. لكن ننبه هنا إلى مسألة، وهي أن بعض الناس يطلق مصطلح الذهب الأبيض على البلاتين أو البلاتينيوم، والبلاتين ولو كان معدنا ثمينا وغالي ومستخدم لكن لا زكاة فيه، لأنه ليس ذهبا ولا فضة، فما لم يكن الإنسان يتاجر فيه هذه مسألة أخرى. أما إذا كان عنده حلي من ذلك سواء كانت امرأة أو رجل، الأصل أنه لا زكاة فيه، والله تعالى أعلم. فانتبهوا للتفريق هذا، أكثر الناس يطلقون الذهب الأبيض على الذهب العادي الملون، لكن بعضهم يطلق الذهب الأبيض على البلاتين. فتأكد إذا كان بلاتين فهذا لا يأخذ حكم الذهب، ولأنه معدن آخر لا علاقة له بالذهب، والله تعالى أعلم. نقطة أخرى وهي زكاة آنية الذهب والفضة. طبعا آنية الذهب والفضة ما يجوز استخدامها في الشريعة الإسلامية، لا يجوز الأكل ولا الشرب في آنية الذهب والفضة. الذهب والفضة ما خلقهم الله سبحانه وتعالى حتى تصنع منها أواني أو نحو ذلك. لكن نفترض أنه إنسان عنده من هذه الآنية، فهل فيها زكاة أم لا؟ نعم، آنية الذهب والفضة إذا بلغت النصاب سواء بنفسها أو مع غيرها فيها زكاة. فالفقهاء مجمعون، ولو كانت هي حراما لكنها فعليا قيمة مثل النقود، فبالتالي وجبت الزكاة فيها، تجد الزكاة في آنيات الذهب والفضة، رغم أنه محرم اتخاذها ومحرم الأكل والشرب فيها، والله تعالى أعلم. الآنية، بقي عندنا مسألة تضاف لهذا، وهي الآنية المطلية بالذهب أو مطلية بالفضة، في بعضها مزينة بطبقة رقيقة للغاية من الذهب والفضة، هل هذه فيها زكاة؟ الأصل أن هذه ما فيها زكاة، لأن الكمية المستخدمة ضئيلة للغاية. لكن لو قدر أنه إنسان عنده كمية كبيرة وكل المطلي بهذا فيه يصل نصابا أو يضم إلى النصاب، يخرج منه كمية من الذهب، تختلف الحكم، يختلف. لكن المستخدم أكثره مطلي، وغالبا الطلاء يكون بالكهرباء أو إلكترونيا، وبالتالي الكمية المستخدمة ضئيلة للغاية، لا يمكن كشطها أو سحبها أو استخلاصها لوحدها، وبالتالي هذه مثل هذه لا تجب فيها الزكاة، والله تعالى أعلم. وأيضا الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز الأكل والشرب في الآنية المطلية بمثل ذلك، لأنها ليست فعليا، ليست في حقيقتها ذهبا ولا فضة، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يزيدنا علما وعملا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الفهم وحسن العمل، وأن يطهر قلوبنا من الشح والبخل ومن الشقاق والنفاق ومن سيء الأخلاق، وأن نحرص على دفع الزكاة لمستحقيها في وقتها والتأكد من وصولها لهم. وإذا كانت هناك أي استفسارات فإدارة الإفتاء جاهزة خدمة المتعاملين والإجابة عن استفساراتهم عبر مختلف الوسائل، سواء الأسئلة التي ترد عبر الموقع، عبر الإنترنت، أو عبر خدمة الواتساب للإفتاء.
على رقم 971-3336 أو على الخط المباشر المجاني 800-600، وأيضا خدمة الفتاوى الرسمية لمن يرغب في ذلك لإصدار خطابات وغير ذلك. فنحن في خدمتكم، إدارة الإفتاء سعيدة بتقديم هذه الخدمة لكم، ونشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على إتاحة هذه الفرصة وهذه المنصة لإيصال هذه المعلومات السريعة المبسطة للمستفيدين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه خيرنا وصلاحنا في ديننا ودنيانا، آمين اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والله تعالى أعلم.